والعتق من النيران. وقد فضله الله على سائر الشهور وأنزل فيه القرآن، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان شهر كريم أنزل فيه القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، شهر رمضان أنزل فيه القرآن وفيه أفضل الليالي وهي ليلة القدر، وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ليلة القدر هي إحدى الليالي الفردية في آخر 10 أيام في شهر رمضان. فضل ليلة القدر، أنزل الله تعالى في ليلة القدر القرآن الكريم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن الكريم، يقوم فيه المسلمين من صدور الشمس إلى غروب الشمس، وتكون في ليلة القدر. رمضان هو شهر مبارك الذي أنزل فيه القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان مبارك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: أما إنك عفو تحب العفو فاعف عني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. رمضان مبارك. اللهم بلغنا ليلة القدر. الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر هي يوم الافتتاح، نزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام